مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موقع أردني على الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين. أكثر من 13 شهيدا في استهداف للنازحين بمراكز الإيواء غربي غزة، والنمسا تنضم إلى قائمة الدول التي علقت التمويل لوكالة الأونروا. جماعة الحوثي تعلن إطلاق صاروخ على السفينة البحرية الأمريكية في خليج عدن. الثانية 10 ظهرا في القاهرة، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة قناة النيل للأخبار. وفيها: أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن على الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بالموقع. وأكدت وزارة الخارجية في بيان إدانة مصر الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الشقيقة، كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، وشددت على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة. نفت إيران ضلوعها في الهجوم بطائرة مسيرة الذي أودى بحياة 3 أمريكيين في الأردن، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان لوزارة الخارجية جاء فيه أن الاتهامات الموجهة لطهران بتورطها في الهجوم غرضها سياسي يهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة على حد قول البيان. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. يأتي هذا فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط القصف المكثف للمدفعية ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي. في اليوم 15 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال. وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن طيران الاحتلال الحربي قصف على الأقل 5 منازل في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض. وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا تؤوي نازحين في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد 13 شخصا على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على من فيها من النازحين واللاجئين بالضرب. وتابعت المصادر أن طائرة مسيرة قصفت بصاروخين مركبتي إسعاف بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى شفاء المحاصر، تزامنا مع إطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال صوب المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من النازحين داخله. كما قصفت طائرات الاحتلال الحربي عددا من الأشخاص ومقبرة في حي الدرجة وسط قطاع غزة، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء. كما قصفت عددا من المنازل في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة. وفي شمال القطاع قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذائف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة عشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسية.
وجنوبنا وصل جيش الاحتلال حصاره لمستشفيي ناصر والأملة لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعية للمناطق الشرقية والغربية من المدينة. وصفت الحكومة الإسرائيلية المحادثات في باريس بشأن وقف جديد محتمل لإطلاق النار في غزة وإطلاق المزيد من الرهائن بالبناءة. وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة ستواصل الأطراف بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات مشتركة إضافية. بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن محادثات باريس بناءة على الرغم من وجود خلافات وفجوات في بعض النقاط العالقة. وقال البيان إن الأطراف المشاركة ستواصل التفاوض في اجتماعات ثنائية هذا الأسبوع في محاولة منها للتوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وفيما يتصل بالخطوط العريضة للاتفاق، ألمحت مصادر أمريكية إلى هدنة أولى تستمر 30 يوما يفترض أن تتيح الإفراج عن النساء والمحتجزين الأكبر سنا والمصابين. المصادر ذاتها أضافت أنه في خلال هذه الفترة ستجري الأطراف مفاوضات تتناول تفاصيل مرحلة ثانية توقع أن تستمر أيضا 30 يوما سعيا إلى الإفراج عن الرجال والعسكريين. كذلك يشمل الاتفاق إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج مقترحات قدمتها إسرائيل وحركة حماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس في محاولة للخروج بخطوط عريضة متفق عليها لصفقة وشيكة بين إسرائيل وحماس. وقالت حركة حماس إنها حريصة على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب. انضمت الإمساء لقائمة الدول التي أعلنت تعليق المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا التابعة للأمم المتحدة. يأتي القرار على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ودول أخرى قد سارعت إلى وقف التمويل لوكالة الإغاثة، بينما أعلنت النرويج وأيرلندا أنهما ستواصلان تمويل الوكالة التي تعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة. وأفاد مراسل نيل الأخبار أنه تم إنفاذ نحو 81 شاحنة مساعدات إنسانية عبر منفذ العوجة لقطاع غزة، في حين يتواجد أكثر من 2000 شاحنة أمام معبر رفح بانتظار الدخول لقطاع غزة، مشيرا إلى أن مطار العريش استقبل نحو 528 طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية. وأضاف مراسل نيل للأخبار أنه تم استقبال أكثر من 20 مصابا فلسطينيا عبر معبر رفح بمرافقة ذويهم لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء، منوها إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني نسق مع السلطات الإيطالية لاستقبال نحو 40 طفلا فلسطينيا لعلاجهم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا أحمد سعد الدين مراسل النيل من العريش. أحمد، ما هي آخر المستجدات لديك في العريش وكيف تتابع عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح؟ يعني بالفعل الجهود المصرية تستمر في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عبر منفذي العوجة ومنفذ كرم أبو سالم. بالفعل هذا أحد هذين المنفذين، وهو منفذ كرم أبو سالم تتراص أمامه الشاحنات أكثر من 138 شاحنة منذ الأمس في انتظار الدخول إلى هذا المنفذ، وتم رفض بالأمس 80 شاحنة ومن ثم العودة مرة أخرى إلى معبر رفح، وذلك لأن هذا المعبر كان مغلق بالفعل بالأمس. يعني أيضا تم إنفاذ حوالي 80 شاحنة عبر منفذ العوجة ومن ثم العودة بعد التفتيش إلى معبر رفح البري، ومن ثم الدخول من معبر رفح البري إلى قطاع غزة. يعني حالة معقدة، ويمكن هذه هي أقل النسب منذ البدء أو في السماح في دخول المساعدات
الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك نظرا للتلكؤ من الجانب الإسرائيلي في إنفاذ هذه المساعدات إلى قطاع غزة. يعني بالفعل بالأمس استقبلنا حوالي 29 حالة إصابة و41 مرافق جاءوا عبر منفذ رفح البري، وبالفعل كان هناك في استقبالهم شباب الدعم النفسي الذين تم من خلالهم توجيه هؤلاء المصابين إلى المستشفيات المعنية بالرعاية الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم، خاصة في المستشفيات التي تختص بالجراحة العامة، هي مستشفيات الشيخ زويد وبئر عبد والعريش، وكذلك بعض المستشفيات المتخصصة سواء في المحافظات الساحلية كالإسكندرية والسويس وبورسعيد، وأيضا المستشفيات التخصصية في القاهرة مثل معهد ناصر، 11 مستشفى معنية بالتوفير الرعاية الطبية لها. الحدث الأبرز اليوم وهو نقل 40 طفل من خلال التنسيق ما بين السلطات المصرية والسلطات الإيطالية لتلقي العلاج داخل دولة إيطاليا حتى توفر لهم دولة إيطاليا الرعاية الطبية، وذلك من خلال التنسيق ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري. وسوف تقوم هذه الطائرة بنقل هؤلاء المصابين لتلقي الرعاية الطبية الشاملة داخل دولة إيطاليا. يعني بالفعل العديد من الجهود المستمرة لإنفاذ هذه المساعدات، حالة من المساعدات، كمية كبيرة من المساعدات هنا في مدينة العريش، وتبدأ برحلة من مدينة العريش لإدخال هذه المساعدات إلى المركز اللوجستي الذي يتبع بعض القواعد حتى تتمكن هذه الشاحنات من المرور بسهولة ويسر من خلال المنافذ التفتيشية للجانب الإسرائيلي، حتى لا نعطل أو نلكئ الجانب الإسرائيلي في إنفاذ هذه المساعدات. وبالفعل من ثم تبدأ القوافل في السير نحو معبر رفح. رصدنا أكثر من 400 شاحنة خلال يوم أمس في انتظار الدخول كقوافل عبر معبر رفح البري، وكذلك يعني مدينة العريش نعم. حتى الآن بها حوالي 2000 شاحنة في انتظار نعم. الدخول عبر معبر رفح البري لإنفاذ هذه المساعدات إلى قطاع غزة. نعم، مراسل قناة نيل للأخبار أحمد سعد الدين، شكرا لك على المتابعة، كنت معنا من مدينة العريش المصرية. أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني الذي عقد في مدينة القدس المحتلة تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة أن هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والفصل العنصري في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه. ما كان سرا بدأ يخرج إلى العلن، وما كان يخفيه مسؤولون إسرائيليون بالتخطيط لإعادة المستوطنات إلى قطاع غزة كشف عنه اجتماع لحركة يمينية متطرفة بحضور وزراء متشددين في الحكومة. آلاف المستوطنين حضروا مؤتمرا في القدس المحتلة يدعو إسرائيل لإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية. كانت إسرائيل قد سحبت جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005، وذلك بعد احتلال دام 38 عاما. وعلى الرغم من أن المؤتمر لم يحظى بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن 14 وزيرا على الأقل شاركوا فيه، من بينهم 12 وزيرا من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن الوطني إتمار بن جفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، وكلاهما يرأس حزبا يمينيا متطرفا في الائتلاف الحاكم. السيد بنيامين نتنياهو، أخاطبك من هذا المنبر، من العار الانتظار 19 عاما أخرى حتى تدرك أنه يجب استعادة مستوطنة جوش قطيف وشمال السامرة. مسؤولية القيادة الشجاعة تتطلب اتخاذ قرار جريء. هذا هو وقت إعادتهما إلى الوطن، هذا هو وقت إعادتهما إلى إسرائيل، هذا هو وقت التهجير، هذا هو وقت تمرير قانون إعدام الإرهابيين،
هذا هو وقت الانتصار. هذا وقد نظم المؤتمر حركة النحالة اليمينية التي تدعو للتوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية ومنها الضفة الغربية التي تشهد اشتباكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين. لا سبيل للانتصار في هذه الحرب إلا بإعادة بناء غوش قطيف في قطاع غزة. يجب أن تزدهر بالقرى والمدن اليهودية. هذه هي الطريقة الوحيدة للانتصار في هذه الحرب الدموية، ولا يمكن لإسرائيل أن تتحمل عدم الفوز في هذه الحرب. المشاركون في المؤتمر رددوا هتافات حماسية لإعادة بناء المستوطنات في غزة، زاعمين أنها الطريقة الوحيدة لتجنب التعرض لهجوم آخر كما حدث في 7 أكتوبر الماضي. وقد سبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة، لكن النوايا الحقيقية على المدى الطويل لم تتضح حتى الآن. أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخا على سفينة الحربية الأمريكية لويس بولر في خليج عدن. يأتي هذا غدة إعلان لندن أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدت هجوما عليها بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر. وتشن الجماعة اليمنية هجمات على السفن في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ 19 من نوفمبر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات، والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها. يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من تقارير اللجان المشتركة، ومن بين التقارير التي سيتم مناقشتها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لعام 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل النيل للأخبار محمود إسماعيل. محمود، كيف تتابع جلسات اليوم وما يتم مناقشته من موضوعات وتفاصيل هذه الموضوعات؟ نعم مجدة، بعد التحية في تمام الساعة 11 وكما هو معتاد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وفي بداية الجلسة أحال رئيس المجلس مشروع قانون يتعلق بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول. أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الطاقة والبيئة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه يعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس. وفي هذه الأثناء وقبل أن يشرع المجلس
الاستعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي ورد ذكره في صدر الخبر، استعرض المجلس تقريرا آخر للجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصدر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. مشروع هذا القانون كان مطروحا للنقاش خلال جلسة يوم أمس ولم يتم مناقشته، ومن ثم طرح للنقاش خلال جلسة اليوم. ويأتي مشروع هذا القانون على خلفية الخدمات التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة ومحاولة إدماجهم في المجتمع رياضيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وكل مناحي الحياة. ونظرا للأعباء الموكلة لهذا الصندوق، ارتأت الحكومة استحداث منصب مدير تنفيذي للصندوق لمساعدة رئيس مجلس إدارة الصندوق ولتخفيف العبء عن رئيس مجلس الإدارة، ويطلع المدير التنفيذي بالمهام الإدارية وضمان حسن سير العمل ويكون حلقة الوصل بين مجلس الإدارة وبين العاملين في الصندوق. المشروع القانون انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر. المادة الأولى نصت على أن يتم تعيين مدير تنفيذي للصندوق قادرون باختلاف، والمادة الثانية أوضحت المهام الموكلة إليه على أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين مدير تنفيذي للصندوق لمدة 3 سنوات يتم إمدادها أو تجديدها لمدة واحدة فقط. المجلس وافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وفي هذه الأثناء يناقش مواد والبالغ عددها مادتان بخلاف مادتين بخلاف مادة النشر. وأود الإشارة كذلك مجدة لأن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأوسمة والأنواط المدنية، مشروع هذا القانون يأتي كذلك لاستحداث وسام جديد يعرف بوسام البناء العظيم ويكون على 3 طبقات. الدولة استحدثت هذا الوسام نظرا للجهود المضنية التي يبذلها الأشخاص المدنيون والعسكريون ومنظمات المجتمع المدني، فصدر هذا الوسام تقديرا لجهودهم في إنجاز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. وجاء هذا الوسام على 3 طبقات بمكافآت مالية. الطبقة الأولى قدرها المالي 250,000 جنيه، والطبقة الثانية 150,000 جنيه، والطبقة الثالثة 100,000 جنيه، على أن ويجوز لرئيس الوزراء تعديل هذه المكافآت المالية بالنسبة للأوسمة. مشروع هذا القانون سوف يتم مناقشته عقب الانتهاء من قانون قادرون باختلاف. شكرا لك محمود إسماعيل متحدثا إلينا من مجلس النواب، شكرا لك على المتابعة. عودة لقراءة الأخبار، حيث أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مضيفا أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز خلال بداية المرحلة الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري للتوصل للتوصيات وإجراءات محددة مفصلة يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليا بتداعياته الاجتماعية. تحت رعاية رئيس الوزراء انطلق مؤتمر التعليم الخاص بنظام ستام بحضور عدد من الوزراء المعنيين لتسليط الضوء على هذا النموذج التعليمي المتميز بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المؤتمر مراسل النيل للأخبار محمد محروس. محمد، كيف تتابع فعاليات المؤتمر وأهم النقاط التي تم إلقاء الضوء عليها فيه؟ تحياتي لك زميلتي العزيزة، تحياتي لكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. بالفعل بدأ منذ قليل مع المؤتمر الخاص بنظام التعليم ستيم، وهو نظام المدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتي طبقته مصر منذ 13 عاما تقريبا، وهو نظام يدعو له قدرات خاصة من الطلاب يدعو إلى الابتكار. المؤتمر حضر به عددا من السادة الوزراء برعاية دولة رئيس الوزراء، كان أبرز المدعوين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. بالفعل تحدث منذ قليل الدكتور أيمن عاشور وأكد أن المجالات البحثية والأماكن البحثية الخاصة بوزارة التعليم العالي متاحة لأبنائنا الطلاب النابغين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
التكنولوجيا، أيضا أكد على أهمية هذا الموضوع. السيد حسن شحاتة وزير العمل أكد على مساهمتهم الفاعلة والفعالة خلال للباحثين والنابغين من طلاب المدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا. كل الوزراء المعنيين أكدوا مساهمتهم الفعالة والفاعلة لإنجاح هذه المنظومة. بالفعل بدأت مصر منذ تقريبا 13 عاما في إنشاء هذا النموذج التعليمي الذي يشجع الطلاب على الابتكار وحل المشكلات البحثية والاستفادة من المشروعات البحثية التي يستفيدون منها والاستفادة منها من مخرجات التعليم. هناك أيضا أهداف طرحها المؤتمر، وهو مدى انتظام عملية واستمرارية هذا النموذج التعليمي لطلابنا النابغين من الطلاب المتفوقون خلال بعد المرحلة الإعدادية. الدولة هنا ماضية في إنشاء عدد من المدارس طبقا لرؤية 2030 لتصل إلى أكثر من 100 مدرسة طبقا للرؤية لاستراتيجية مصر للتعليم 2030. المتاح حاليا هناك أكثر من 20 مدرسة موجودين بالفعل على مقسمة على 18 محافظة تستوعب أكثر من 5000 طالب وطالبة. كل ذلك ينعكس على مخرجات التعليم. المؤتمر أيضا سعى تحقيق نعم محمد محروس. المؤتمر أيضا يستهدف محمد محروس مراسل النيل للأخبار، شكرا لك على المتابعة التي قدمتها. في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في إحدى جمعياته الأهلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بإعادة تأهيل وتشطيب نحو 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرية زراب الحيبة مركز الفشن بمحافظة بني سويف. بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 2.5 مليون جنيه بقيمة 100,000 جنيه لكل منزل. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات والأسر التي تقطن القرى والنجوع وتعاني نقصا في مواردها الذاتية. أدانت مصر بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة إسطنبول التركية، وقدمت العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة. كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق نار نفذه مسلحان على كنيسة إيطالية بإسطنبول خلال قداس الأحد، أسفر عن مقتل شخص. كان يمكن أن تكون حصيلة الضحايا أكثر فداحة داخل كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول، فبعد الطلقة الثانية تعطل السلاح ففر المهاجمان. هذه الرواية نقلتها مصادر أمنية تركية جراء الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص بعدما أطلق مسلحان نار في كنيسة خلال مراسم في هجوم أدانته روما والبابا فرانسيس، فيما أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقال منفذيه. وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قال إن السلطات التركية ألقت القبض على مسلحين اثنين قتل شخصا برصاص، ويعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش الإرهابي. وفي وقت لاحق قال الوزير للصحفيين إن السلطات دهمت أكثر من 30 موقعا في أنحاء إسطنبول واعتقلت 47 شخصا. تم القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل. أود أن أشير إلى أنهما مواطنان أجنبيان، أحدهما من طاجيكستان والآخر من روسيا، وهما عضوان في تنظيم داعش. لن نتسامح أبدا مع أولئك الذين يحاولون زعزعة السلام في بلادنا، الإرهابيون والمتعاونون معهم وأولئك الذين يهدفون إلى النيل من وحدتنا. تنظيم داعش في منشور له أعلن مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه جاء استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين. وفي ديسمبر الماضي أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية. وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء التنظيم الذي كان قد تبنى عددا من الهجمات الدامية في تركيا،
بينها هجوم في 2017 في اسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض أخبار الاقتصاد. في ظل تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز من غواصة. موعد أخبار الاقتصاد في بانوراما وننتقل فيها إلى الزميلة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك مجدة. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشاط الاقتصادية وأهم ما فيها. نيابة عن الرئيس السيسي وزيرة التعاون الدولي تشارك في القمة لإيطاليا الأفريقية بروما. تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإيطالية الأفريقية التي تعقد بروما. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية الدول الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا، إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل من الانبعاثات الضارة. كما تبحث وزيرة التعاون الدولي خلال الزيارة التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر اتصال تليفوني دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو أهلا بك معنا بداية. تحياتي لحضرتك يا فندم والأستاذ المشاهدين. أهمية وقت وانعقاد هذه القمة الأفريقية الإيطالية في هذا التوقيت تحديدا، توقيت استثنائي يمر به العالم، توترات جيوسياسية، أزمات اقتصادية تعصف بالعالم، أهمية وتوقيت هذه القمة من وجهة نظرك؟ العالم الآن يعيش توترات سياسية كبيرة جدا، أزمات اقتصادية متلاحقة بدءا بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الآن التوترات في الشرق الأوسط وما صاحب ذلك من ارتفاع لأسعار الفايدة العالمية، زيادة عجز الموازنة وزيادة الديون لكافة الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، الضغط على العملات المحلية للدول الأفريقية وارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام يهدد بعض الدول بوجود تهديد للأمن الغذائي وكذلك الحال في الطاقة. وبالتالي هذا التوقيت الدقيق يجعل من الشراكة مع الدول المتقدمة خاصة أن إيطاليا بترأس مجموعة السبع الصناعية الكبرى يجعل الدول الأفريقية تأخذ حقوقها نحو التنمية المستدامة أفضل وشراكة دولية أفضل لمساعدة القارة التي نهبت ثرواتها لسنوات كثيرة من خلال الاستعمار التي تمثل مصدر هام جدا لأوروبا من خلال الشباب والطاقة العاملة. وبالتالي التعاون ما بين القارة العجوز وقائدة أفريقيا الشابة الغزيرة بالموارد الطبيعية والموارد البشرية هو أمر في غاية الأهمية. نأمل من الدول الأفريقية أن يكون لديها أجندة موحدة للأزمات وترتيب الأولويات معالجة هذه الأزمات، وبالفعل لدينا أجندة طويلة في الأجل، أجندة أفريقيا 2063، ولكن التدخل في الأزمات وأهمهم الدعم في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر أيضا. دكتور، يعني هل برأيك إلى أي مدى ستمثل هذه القمة
ربما انفراجة خاصة في التحول الأخضر في القارة الأفريقية، وهو ما نادت به يعني اتفاقية باريس للمناخ 2015 وجميع الاتفاقيات الخاصة بالمناخ انتهاء بكوب 27 وكوب 28. إلى أي مدى ستحرك هذه القمة هذا الملف، خاصة فيما يخص بدء تدفق المساعدات من الدول الصناعية الكبرى لدول القارة الأفريقية التي تتحمل الفاتورة الأكبر خاصة في مجال التحول للطاقة الخضراء؟ يحظى هذا الملف بدعم هام جدا منذ كوب 27 وقمة المناخ في مصر التي وضعت على أولويات أجندة التمويل الدولية موضوع دعم التحول الأخضر ودعم التعامل مع قضية المناخ. ولكن في الحقيقة إذا كان هذا الأمر هو أمر في غاية الأهمية للدول المتقدمة، فإن أسعار الغذاء ومعدلات التضخم والمديونية تمثل قضايا أكثر إلحاحا وأكثر أولوية للدول الأفريقية، وبالتالي وجود برامج متكاملة تجمع التنمية المستدامة ودعم الجانب الأخضر من الاقتصاد وربطه بقضايا الأمن الغذائي وقضايا الأسعار هو أمر في غاية الأهمية. أعتقد أن إيطاليا واحدة من الدول اللي بتتبنى استراتيجية مهمة جدا في مبادلة الديون، وأعتقد أن الدول الأفريقية تسعى من خلال هذه القمة إلى الوصول إلى نتائج تخص تبادل الديون أو تأجيل الديون واستخدامها في تمويل المشروعات الخضراء والتنمية المستدامة. أعتقد أن هذا هو واحد من الحلول الذي يحقق الوين وين أو المكسب للجميع في هذه العملية، خصوصا أن إيطاليا تبحث عن دور سياسي في أفريقيا بشكل أعمق. نعم دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الإسكان عاصم الجزائر أن زيارته للعاصمة الصينية بكين تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة والتسويق والاستفادة منها مع نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة للعاصمة الإدارية. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الجزائر واصل جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية، حيث زار منطقة الأعمال المركزية التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني. أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور. ودعت الوزارة الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني على صناعات السباكة والكهرباء وميكانيكا السيارات والنجارة واللحام التقدم والتقديم على المنصة، وذلك للحصول على شهادة مجانية تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي بقيمة وصلت إلى 602 مليون دولار وبنحو وصل إلى 14% لتبلغ حوالي 5.1 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية. وأثر التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أظهر أن صادرات يناير 2023 بلغت حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات يناير 2022. انتهت إذن مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة لبانوراما النيل، وإليك مجد. شكرا لك حنان.
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ آن على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة في ظل تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ. وسرع بيونغ يانغ تجارب الأسلحة هذه السنة، بما في ذلك ما أسمته نظام الأسلحة النووية تحت الماء، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوت يعمل بالوقود الصلب. للمرة الثانية في غضون أسبوع أجرت كوريا الشمالية اختبارا على إطلاق صواريخ كروز من غواصة لتسرع من وتيرة تسليح قواتها البحرية نوويا في ظل تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ. وسرعت بيونغ يانغ تجارب الأسلحة هذا العام، بما في ذلك ما أسمته نظام الأسلحة النووية تحت الماء، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب. زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي يسمى بولهو أسال 331، وهو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية. قالت بيونغ يانغ إنها اختبرته للمرة الأولى الأسبوع الماضي، حيث أطلقت صواريخ عدة من هذا الطراز باتجاه البحر الأصفر. وأعرب كيم يونغ أون عن ارتياحه الكبير بعد إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل أهمية استراتيجية في تنفيذ خطة تحديث الجيش بهدف بناء قوة بحرية قوية. الصواريخ حلقت فوق البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وضربت هدفا لم تعلنه على جزيرة، بما يشير إلى أن زمن تحليق الصواريخ تخطى الساعتين. وتفقد الزعيم الكوري الشمالي أيضا بناء غواصة نووية، كما ناقش القضايا المتعلقة ببناء سفن حربية جديدة أخرى. ولا تندرج اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي ضمن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، على عكس الصواريخ الباليستية التي يكون مسارها بشكل أساسي في الفضاء. كان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن أن جارته الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل دون تقديم تفاصيل. وأشار الجيش الكوري إلى أن الوقت المذكور لتحليق الصواريخ مبالغ، مضيفا إلى أنه تتبع الصواريخ كما قلل من احتمال استخدام الوقود الصلب في دفع تلك الصواريخ. بانوراما نيل مستمرة معكم، نتابع فيها بعض الفاصل. معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته وسط إقبال جماهيري كبير. موعد أخبار الرياضة، وننتقل مرة أخرى إلى الزميلة حنان الكولي. إليك حنان. شكرا لك حنان. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الخامس فعاليات دورته 55 تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وسط إقبال كبير من الجمهور. في إطار جهود الدولة لتحقيق رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين، وضمن مبادرات فيوم بلا عمى التي تقام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت إحدى مؤسسات التنمية المجتمعية عضو التحالف مبادرة مصر في عيوننا لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار. تضمنت المبادرة قافلة طبية كبرى للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار بالعيادات الطبية بقرية الحابولي لخدمة الأهالي غير القادرين بمراكز محافظة الفيوم. علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر هدف القافلة الطبية المجانية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم لخدمة الأهالي غير القادرين ودعم الأسر الأولى بالرعاية. القافلة التي نظمت ضمن مبادرة مصر في عيوننا عملت على مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار من خلال الكشف وتقديم العلاج المجاني لنحو 1000 مستفيد من غير القادرين من أهالي الفيوم، وتغطي كل تخصصات الرمد وأمراض العيون. وفرت القافلة كذلك الأدوية والنظارات الطبية للمستحقين بالمجان. الفائدة الأكبر من القوافل الطبية المجانية كونها تنظم في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا والتي تعاني نقصا في التخصصات الطبية الدقيقة، فتوفر على المواطنين بجانب عبء مصاريف العلاج توفر عبء السفر والانتقال. هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الأخرى التي تنظم في مراكز المحافظات المختلفة تعاونا
بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالدولة لعلاج غير القادرين من خلالها، وإلى جانب تقديم العلاج المجاني يتم إجراء العمليات الجراحية التي قد يحتاجها المرضى، حيث يتم إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان دون أن يتحمل المريض أعباء تثقل كاهله. تأتي هذه القافلة الطبية التي تستهدف علاج أمراض العيون وغيرها من القوافل التي تعمل على علاج الأمراض الأخرى في إطار جهود الدولة لتحقيق رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القوافل الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خال من الأمراض وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. مشاهدينا، أخبار بانوراما النيل انتهت. هذه التذكرة بأهم العناوين التي وردت بها: مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موقع أردني على الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين. أكثر من 13 شهيدا في استهداف للنازحين بمراكز الإيواء غربي غزة، والنمسا تنضم إلى قائمة الدول التي علقت التمويل لوكالة الأونروا. جماعة الحوثي تعلن إطلاق صاروخ على السفينة البحرية الأمريكية في خليج عدن. بانوراما الليل انتهت، دمتم في أمان الله.